بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم حديثنا في هذا اليوم في المسألة ثلاثمائة وأربعة من مسائل الفصل السادس وهو فصل الصلاة على الميت آه، الذي هو من فصول كتاب الطهارة من كتاب منهاج الصالحين الجزء الأول لسماحة السيد السيستاني مد ظله الوارف قال حفظه الله في هذه المسألة: "لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث" إلى آخر المسألة في هذه المسألة يتعرض سماحة السيد مد ظله إلى بعض الأمور التي كانت تعتبر من شروط الصلاة المتعارفة المعروفة الصلاة اليومية إلا أنها بالنسبة إلى الصلاة على الميت لا تشترط فيه فهي أمور وشروط في الصلوات اليومية وربما تكون ايضا في الصلوات الاخرى كصلاه الايات ونحوها الا انها لا تشترط في الصلاه على الميت، ومن هذه الامور التي لا لا تشترط في الصلاه على الميت هو الطهاره من الحدث والخبث، فحينئذ يمكن لشخص ان يصلي على الميت ولو لم يكن متوضئا. او لم يكن مغتسلا او انه كان في بدنه نجاسه ولم يطهرها فهذا الشرط شرطيه الطهاره غير معتبره في الصلاه على الميت لما وردت بذلك الروايات الشريفه التي فصلت وذكرت انها الطهاره من الشروط الواجب بالنسبة إلى الصلوات اليومية بالنسبة إلى صلاة الآيات إلا أنها لا تشترط في الصلاة على الميت نعم من المحبذ يستحب أن يكون الإنسان متطهرا إلا أنه لو صلى على الميت من دون طهارة فصلاته صحيحة ولا إشكال فيها وأيضا من الامور التي لا تشترط في الصلاه على الميت هو اباحه اللباس والمكان فلو فرض ان المصلي كان قد تصرف بلباس من دون اذن صاحبه فهو غاصب له هذا الاثم ياثم هذا الانسان ياثم لانه يتصرف بمال الغير من دون اذنه أو أنه وضعت الجنازة على مكان كان هذا المكان مغصوبا صاحبه لا يرضى بالتصرف فيه، ومع ذلك قام هذا الغاصب بالصلاة على الميت، فحينئذ تصح هذه الصلاة، وإن كان هو يأثم لارتكابه لهذه الأمور المحرمة. فاثم التصرف في المكان المغصوب او في اللباس المغصوب هذا الاثم موجود وهو يرتكب هذا الحرام ويؤاخذ عليه الا انه صلاته على الميت تعتبر صلاه صحيحه ولا حاجه لاعادتها بعد ذلك وايضا من الامور التي لا تشترط في الصلاه على الميت هو ستر العوره فلا يجب ستر العوره بلحاظ وخصوصيه الصلاه على الميت نعم هي يجب سترها عن الناظر الاجنبي عن غير الزوجه لا بد من سترها ويحرم اظهارها ولو فرضنا قد اظهرها شخص امام الناظر الاجنبي يكون بذلك مرتكبا للحرام إلا أن صلاته على الميت من دون ستر العوره تعتبر صلاة صحيحة، لذلك لابد أن نلتفت جيدا وننتبه أن الفعل الفعل الذي يقوم به هذا المصلي قد يكون فعلا محرما غير جائز فيه إثم إلا أنه في نفس الوقت الصلاة ما دام لم يثبت انه يشت الصلاه على الميت لم يثبت انه يشترط فيها ستر العوره فحينئذ تصح هذه الصلاه ولو من دون ستر العوره، ولو فرض افتراضا انه كان هذا الشخص هو وحده موجود مع الميت وهو قام بتغسيل الميت وتكفينه فلم يكن عنده لباس يستر عورته هذا الشخص فهل يمكنه أن يؤدي الصلاة من دون ستر العورة؟ نقول نعم، الصلاة بما هي صلاة صحيحة، وإن كان من دون ستر العورة بخلاف الصلاة اليومية، الصلاة اليومية لا تصح من دون ستر العورة، حتى لو كان الإنسان في غرفة لوحده من دون أي ناظر معه، مع ذلك لا تصح الصلاة من دون ستر العوره، الصلاه اليوميه. فلذا هنا الحديث عن شرطية الطهاره او شرطية الاباحه او شرطية ستر العوره ونحو ذلك، فانه لا تشترط هذه الامور في الصلاه على الميت، وان كان الاحوط، الاولى، الافضل الالتزام بهذه الامور فلا يصلي في صلاته على الميت الا وهو متطهر، ولا يصلي بلباس مغصوب او في مكان مغصوب، وان يكون ساترا للعوره حينما يصلي، لكنه كما قلنا هذه الامور من باب انها افضل او يستحب او موافقه للاحتياط الا انها ليست من الامور الواجبة التي لا تصح من دونها الصلاة، وإنما تكون الصلاة صحيحة ولو من دون هذه الشروط المذكورة، الأمور المذكورة، ولذا قال لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث، فإذا كان مجنباً مثلاً يمكنه أن يصلي أيضاً، تصح صلاته، أو كان من دون وضوء تصح صلاته. ولا الطهاره من الخبث اذا كانت هناك نجاسه في ملابسه نجاسه على بدنه فمع ذلك تصح صلاه الميت واباحه اللباس والمكان كما ذكرنا اذا كان الملابس مغصوبه او المكان الذي يصلي فيه المصلي مغصوبا مع ذلك تصح الصلاه وان ارتكب اثما كبيرا محرما بقيامه بالتصرف في اموال الغير من دون اذنهم وستر العوره كما قلنا ايضا لا تشترط في الصلاه على الميت وان كان الاحوط الاولى اعتبار واشتراط جميع شرائط الصلاه يقول هو موافق للاحتياط انه كل الشروط التي تذكر في الصلاه اليوميه صلاة الآيات ونحوها تراعى أيضاً في الصلاة على الميت، بل لا يترك الاحتياط وجوباً بترك الكلام في أثنائها والقهقهة والاستدبار، يقول نعم هذه الأمور الثلاثة التي هي تشترط في الصلوات اليومية بنحو الفتوى هنا أيضاً تشترط بل ولكن بنحو الاحتياط اللزومي او الاحتياط الوجوبي فلا يجوز يعني لا تصح الصلاه صلاه الميت لا تصح اذا تكلم الانسان بكلام اجنبي بغير الدعاء ونحوه الدعاء وقراءة القران فاذا تكلم بكلام اجنبي اثناء الصلاه على الميت بطلت صلاته على الأحوط وجوبا أو القهقه إذا ضحك وأدى إلى خروج صوت فحدثت القهقه التي هي الضحك بصوت وحينئذ ستبطل الصلاة على الأحوط وجوبا وأيضا الشرط الثالث هو الاستدبار أنه إذا استدبر القبلة أثناء صلاته على الميت فحينئذ تبطل صلاته على الأحوط وجوبا المسألة 305 وخمسة قال إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا بنى على العدم يقول إذا الإنسان غفل وصار عند نتيجة الحزن مثلا أو غفل لظروف المحيطة به فغفل عن أنه أدى الصلاة على الميت أو لم يصلي عليها خصوصا اذا كان لوحده فصار عنده شك انه ادى هذه الصلاه او لم يؤديها يقول يكون البناء على العدم يستصحب عدم الصلاه لانه قبل هذا الوقت قطعا هو لم يصلي على الميت والان يشك في في انه صلى او لا فيستصحب عدم الصلاه على الميت فلا بد له ان يشرع باداء الصلاه على الميت فيبني على العدم، وإذا صلى وشك في صحة الصلاة وفسادها بنى على الصحة، يقول أو إذا افترضنا حالة أخرى وهي أنه يعلم بأنه أدى الصلاة، ويقطع ويعلم بأنه قام بأداء الصلاة كبر، دعا مثلا ذكر الأذكار التي وردت في اثناء الصلاه على الميت ولكنه شك في صحه هذه الصلاه، شك في انه كبر مثلا خمسه تكبيرات او ثلاثه او انه كبر ربما اربع تكبيرات، فصار عنده شك في صحه الصلاه وعلم باصل اداء الصلاه، اصل الاتيان بالصلاه يعلم بانه قد فعله ولكنه يشك في صحة هذه الصلاة يقول: تجري هنا في مثل هذه الحالة أصالة الصحة، صحة العمل وأنه يستطيع البناء على صحة العمل، وإن كان برجاء المشروعية، برجاء المطلوبيه لا مانع من تكرار الصلاة لكي يتأكد من أنه قد فعلها بشكل صحيح مثلا، ولكنه غير واجب. وإذا علم ببطلان الصلاة وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح، نعم إذا تيقن أنه أدى صلاته بشكل غير صحيح أنه كانت صلاته باطلة هو لم يكبر خمسة تكبيرات هو مثلا لم يتشهد ويذكر الأذكار التي تقدم الحديث عنها فعلم بأنه صلاته كانت غير صحيحة وباطلة فلا بد حينئذ من إعادتها بشكل صحيح، وكذا لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها. نقول إذا افترضنا أنه صلى الصلاة لأنه كان مجتهدًا وكان قد استنتج في اجتهاده أنه الصلاة مثلا هي ثلاث تكبيرات وليست خمسه فادى الصلاه على اساس هذا الاجتهاد او انه شخص مكلف كان يقلد مرجع التقليد الجامع للشرائط ولكنه هذا المرجع كان يفتي بانه يكفي الاتيان بثلاث تكبيرات مثلا او من دون حاجه الى الدعاء او التشهد او نحو ذلك ف بعد ذلك اتضح الموقف ورجع إلى مثلا من يقول بأن هذه الصلاة صلاة غير صحيحة أو هو صار مجتهدا وتبين له أن هذه الصلاة لم تكن صحيحة فلا بد مع وجود الميت وعدم دفنه فلا بد من إعادة الصلاة من جديد ولذا قال وكذا لو ادى اجتهاده او تقليده الى بطلان الصلاه الى بطلانها واتضح له الموقف يعيد الصلاه من جديد. نعم اذا صلى المخالف على المخالف لم تجب اعادتها على المؤمن مطلقا الا اذا كان هو الولي. قل لو فرضنا ان هناك جنازه شخص كان مؤمنا وكان ولده مخالفا لم يكن على الايمان فقام المخالف بالصلاه على هذا الميت المخالف هنا ولي الميت اذا كانت الصلاه غير صحيحه وباطله بنظري الفقيه الذي يقلده هذا الولي ولي الميت فحينئذ لا بد لولي الميت ان هو يعيد الصلاه من جديد ويؤديها بالشكل الصحيح وهذا هو استثناء خاص بهذه الخصوصيه بهذا الفرع وهذه الخصوصيه انه اذا صلى المخالف على المخالف لم تجب اعادتها على المؤمن مطلقا سواء كانت صلاة المخالف صحيحة أو غير صحيحة، لا تجب إعادتها على أي شخص آخر، لأنه الميت هو مخالف ويعتقد هذه العقيدة، ومن صلى عليه يعتقد أيضا بنفس هذه العقيدة، فحينئذ لا تجب إعادة الصلاة إلا إذا كان الشخص هو ولي هذا الميت. فحينئذ لابد من اعادتها بالشكل الصحيح وبالطريقه الصحيحه. المساله 306. قال يجوز تكرار الصلاه على الميت الواحد، ولا مانع من تكرار الصلاه على الميت وان كان هو نفس الميت يصلي عليه جماعه ثم بعد ذلك ياتي جماعه اخرون لم يستطيعوا اللحاق بالصلاه الاولى فيصلونهم صلاه اخرى على الميت، وتاتي بعد ذلك جماعه ثالثه فيصلون صلاه ثالثه على الميت، لا مانع من تكرار الصلاه، وان كان هذه المساله بعض الفقهاء يقول بعض الفقهاء رضوان الله عليهم قالوا انه يكره تكرار الصلاه بعد الاتيان بالصلاه الاولى وكانت صلاه صحيحه جامعه للشروط فحينئذ تكرار الصلاه غير محبذ بل هو مكروه فحينئذ سماحه السيد هنا لم يثبت عنده الكراهه ولذا قال يجوز تكرار الصلاة ولكن يشير إلى هذه الكراهة من خلال نقله لكلام هؤلاء الفقهاء، ولذا قال ولكن قال بعض الفقهاء رضوان الله عليهم بكراهته كراهة تكرار الصلاة، وإن كان هؤلاء الفقهاء إنما قالوا بالكراهة في غير مورد في غير مورد واحد، هذا المورد الواحد أيضاً ليس فيه كراهة وهي وهذا المورد هو اذا كان هذا الميت هو من اهل العلم والتقوى، عالم من العلماء معروف، يعني شريفا في دينه، شخصا باذلا لنفسه في خدمه الدين او كان عالما من العلماء او نحو ذلك. فهؤلاء في مثل هذا الحالة في مثل هذا الشخص يجوز تكرار الصلاة من دون كراهة هكذا قال هؤلاء الفقهاء الآخرون ولكن كما ذكرنا أن سماحة السيد هنا لم تثبت عنده هذه الكراهة فلذا هو مجرد نقل رأي الفقهاء الآخرين في أن هذه هذه الحالة تكرار الصلاة من الأمور المكروهة إلا إذا كانت في حق العالم أو نحو ذلك فلا مانع من تكرار الصلاة ولذا قال: ولكن قال بعض الفقهاء رضوان الله عليهم بكراهته بكراهة تكرار الصلاة على الميت الواحد إلا إذا كان الميت من أهل العلم والتقوى والشرف في الدين فبالإحاضي له منزلة دينية له خصوصية دينية فحينئذ لا مانع من تكرار الصلاة عليه كان عالما كان خطيبا شاعرا عرف بأنه من شعراء مثلا أهل البيت عليهم السلام من شعراء النبي وأهل بيته الأطهار ف له خصوصية فحينئذ يمكن أن تكرر الصلاة عليه من دون كراهة المسألة 307 وسبعة قال إذا دفن الميت بلا صلاة صحيحة لم يجز نبش قبره للصلاة عليه يقول لو فرض صلي على هذا الميت ودفن وبعد الدفن سأل هذا المصلي مثلا كان غافلا عن بعض الامور واتضح له ان صلاته لم تكن صحيحه لم يكن هناك اناس اخرون معه يصلون على الميت هو فقط صلى عليه وكانت صلاته فيها اشكال وغير صحيحه فحينئذ يكون واقع الحال ان هذا الميت قد دفن من دون صلاه صحيحه فهل يجب نبش قبره كي تؤدى الصلاة عليه أو يصلى عليه وهو في قبره يصلى على القبر يقول الصلاة على القبر محل إشكال فحينئذ الأحوط لزوما الأحوط وجوبا آه الإتيان بها نعم لا بأس الإتيان بها ولكن برجاء المطلوبية لم يثبت صحه الاتيان بالصلاه على قبر الميت نبشه ما ثبت عدم جواز نبشه ولو كانت الصلاه في حقه غير صحيحه ولذا قال اذا دفن الميت بلا صلاه صحيحه لم يجوز نبش قبره للصلاه عليه لاجل الصلاه عليه مع ذلك لا ينبش القبر ولا يستخرج بدن الميت لاجل الصلاه عليه وفي مشروعيه الصلاه عليه وهو في القبر اشكال قل هل هو ثابت انه يجوز تجوز الصلاه عليه وهو في قبره ما دام لم لم يصلي عليه او صلى عليه صلاه غير صحيحه هنا يقول محل اشكال لم يثبت صحه الصلاه على القبر لكنه مع ذلك ايضا لم يثبت حرمة الصلاة على قبر الميت حيث انه المسألة هي في نفسها مباحة إلا أنه لم يثبت أن هذه الصلاة صحيحة ففي مثل هذه الحالة لا بأس بالإتيان بالصلاة برجائي أنها مشروعة في علم الله تعالى برجائي أن تكون صحيحة فبهذه النية لا مانع من الصلاة عليه في قبره ولذا قال وفي مشروعية الصلاة عليه وهو في القبر إشكال والأحوط لزوما الإتيان بها رجاء برجاء مطلوبيتها فيكون الاحتياط في تكرار الصلاة الإتيان بالصلاة ولكنه برجاء مطلوبيتها إلى هنا ينتهي الحديث في هذه المسائل، بقيه الكلام ياتي ان شاء الله تعالى في المسائل اللاحقه وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم. يا رب يا قهار اسمع دعائي واجبني داي. بالهادي المختار وبالهيجاء وبالزهراء فبحقهم يا متعال أحسن ما أبي أحسن ما أبي